والله شوف يعني خلينا نكونوا صراحه، ما نتذكرش انه كثير من المقابلات في العالم تم اعاده جدولتها واعادتها يعني بسبب خطا تحكيم. مقابلتين والثلاثه اللي تعاودوا لانه مقابله ما راحتش جوسكا صفا، مقابله تنتهي قبل وقتها، او المقابله التي يثبت فيها انه الحكم كان مرتشي وكان ما الى مانيبيولي لو ريزولتا او لظروف قاهره او لو ريغلومون اي تري كلير. نتمنى انه لكا اللي قدمناهم احنا للفيفا نقدروا نوصلوا فيهم بهم الى احد هذه، ولو انه حتى نكون صريح مع الجميع الامر سيكون صعب، الامر سيكون صعب ان شاء الله كاش ما تظهر حاجه اللي تخلي الفيفا تاخذ هذا القرار.